اهلا بيكم في اول حلقه الويكلي نيوز. انا ايجي جراند جيمر من عرب هاردوير. اول خبر معانا ان في معرض اي 3 اللي هيحصل كمان 4 شهور في تقرير واشاعات بتقول ان هيبقى في جزء جديد لواتش دوجز في مدينه فرانشيسكو. واتش دوجز 2 غالبا هتنزل على اخر السنه، ومش بس واتش دوجز اللي هيتعمل لها جزء تاني، كمان فار كراي هينزل لها جزء خامس. لعبة The Division اللي هتنزل يوم 8 مارس للأسف زي جميع الألعاب قبل موعد إصدارها، أحد مطوري اللعبة عرفنا إن هيحصل لها downgrade، والسبب عشان يقربوا الجرافيكس من بعض على كل المنصات. معنى downgrade إن مستوى الرسومات بيقل، بس يوبيسوفت نفت الكلام ده، وقدينا مستنيين نشوف اللعبة الكاملة ونتمنى إن ما يحصلش زي ما حصل مع The Crew وWatch Dogs، بس على الأقل اللعبة هتكون باللغة العربية. الفريق الصيني المشهور باسم 3DM لقرصنة الألعاب وإنهم يعملوا لها كراك، أعلنوا إنهم مش هيعملوا كراكس للألعاب تاني. ليه؟ لأنهم شايفين إن عصر القرصنة قرب ينتهي من ناحية نظام دينوفو اللي بيحمي من قرصنة الألعاب. نجح في إنه يحافظ على Just Cause 3، فيفا 16، Rise of the Tomb Raider، ولما تم تحديث النظام ده بإنه يبقى أقوى الفريق استسلم. شايفين إن قرارهم صح؟ في نفس موضوع القرصنة، في فريق شغال على برمجة فلاشة للقرصنة على البلاي ستيشن 4، فأظن إن الفريق ده فعلاً لغى فكرة فريق 3DM اللي هي إن أنظمة الحماية بقت صعبة للكراك، طلعت حاجة مش مستحيلة وممكن تتحقق، بس أنا مش مصدقة إن جه الوقت اللي PS4 هيبقى صالح للقرصنة. في التكنولوجي أول خبر معانا إن كلنا عارفين إن إحنا ممكن نعمل trade in موبايلات قديمة بموبايلات جديدة، بس الجديد إن أبل هتسمح بإنك تبدل موبايلات مكسورة بموبايلات جديدة. بمعنى تاني إنك لو عندك شاشة مشروخة أو كاميرا بايظة، أبل هتوفر لك موبايل جديد. لمعلومات أكتر زوروا موقع أبل ستور في الإمارات. أبل برضو بتبيع نظارات الواقع الافتراضي لأول مرة على موقعها، بس مش أبل اللي عاملة النظارة، اللي عاملينها شركة اسمها فيو ماستر. الفيرتشوال رياليتي ببساطة عبارة عن إن كل الواقع بيبقى مجسم حواليك وبيشتغل بإنك تحط الموبايل جوه النظارة وتشغل أبس. سعرها 30 دولار وهي بتشتغل على الآيفون 5 واللي أعلى منه. الجالكسي S7 هيقدر يشغل فيديو لحد 17 ساعة. تفاصيل أكتر عن الموضوع ده هيتم كشفها في فعاليات مؤتمر MWC 2016 اللي جاي في برشلونة. زي تويتر وكذا أبليكيشن تاني، إنستغرام تختبر ميزة تعدد الحسابات أو الأكاونتس على الـiOS. مفيش أخبار عن موعد إطلاق الموضوع ده، بس اللي فعلاً هيستفاد من الميزة دي مشاهير إنستغرام أو مثلاً مدير حملات تسويق. وآخر خبر معانا، حدث إطلاق لعبة Rise of the Tomb Raider لأول مرة في الشرق الأوسط في مصر، كان من نيفيديا اند سكوير انكس يوم 4 فبراير، وبعده على طول حدث إطلاق لعبة ستريت فايتر V الجديدة من كابكوم، كان يوم 8 فبراير في دبي. ودي حاجة حلوة لأن الشركات بره بدأت تهتم بالعالم العربي أكتر. أتمنى تكون أول حلقة عجبتكم، وعشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن الأخبار دي تابعوا موقع arabhardware.net والتويتر والفيسبوك انستجرام يوتيوب. ما تنسوش تعملوا فوتينج على تويتر لو شايفين نظرية 3DM عن إن عصر القرصنة هينتهي صح ولا غلط.